أكاديمية العطاء الطبية، وياكم الدكتورة زينب العظام. إن شاء الله طلاب اليوم راح ناخذ مادة البكتيريولوجي، علم دراسة البكتيريا. اليوم موضوع محاضرتنا كلش بسيط كلش سهل، اللي هو الاتش بايلوري أو الهيليكوباكتر بايلوري. معناها شنو؟ معناها الملتوية البوابية. ليش سموها ملتوية؟ لأنه ما يعني يكون شكلها ملتوي بوابي، لأن تكون موجودة ما بين النهاية مال الستومك المعدة، اللي هي تنفتح كبوابة من الدودنوم اللي هو الاثنى عشري أو جزء من الأمعاء. هاي الملتوية البوابية هي نوعا ما نتفق منها هسه بيها 20 شبيز، يعني سبيشيز، يعني 20 نوع. بس الاتش بايلوري بحد ذاتها فقط تصيب الإنسان، يعني مثل بالإنفكشن فقط بالإنسان. وين أكثر مكان تهاجمه؟ تروح فقط بالمعدة بالستومك. زين، راح تقول لي شلون تقدر بكتيريا تعيش بالستومك والحامضية مات المعدة عالية؟ يعني شنو؟ يعني البي اتش كلش يعني قليلة بالمعدة، بالتالي شنو؟ بالتالي انه اسيديتي، حامضية عالية، المفروض هاي الاسيديتي تكسر لك البكتيريا. اقول لك هنا بيت القصيد، انه هاي تتميز بيها الاتش بايلوري انه عندها انزيم اسمه اليوريز. هذا اليوريز يروح يكسر اليوريا الموجودة بالمعدة ويحولها إلى أمونيا. هاي الأمونيا هي تعتبر بيسك قاعدية، فبالتالي شو تسوي؟ راح شنو؟ ترفع البي اتش، يعني تخفف الحامضية وتقدر تعيش بالمعدة. تمام. شو الأشياء؟ زين أوكي، طبس بالمعدة، أوكي، عندها فرنستركتور هواي سهلتها الدخول بالمعدة، طتني يوريز، حافظت على البيئة مالتها الدارمة، دائما خلت بيئتها قاعدية وتكاثرت. شو راح يسبب لي؟ اقول لك اكو هواي ناس يعيشون سنين عجاف، وهم شنو عندهم؟ عندهم كرونيك انفكشن وذ الاتش بايلوري، ما سبب لهم شيء، سببهم بس مجرد جاسترايتس وانتهت المرحله بدون اعراض. مرات لا والله، مرات شو السبب لك؟ يسبب لك تقرحات بالمعده اسمها بيبتيك اولسر او جاستريك اولسرز، اوكي، او ستومك اولسر. ممكن يسبب لك تقرحات بالدودنوم اللي هو الاثنى عشري او جزء من الامعاء الدقيقه، فيسبب لي دودنال أوسر. هاي حالة ثانية. شافوا إنه إلها ارتباط مرات بالستومك كارسينوما، يعني ممكن شو يسبب لي؟ يسبب لي كانسر بالستومك بالمعدة. ممكن همتين يسبب لي مالتا، المالتا يعني يصير عندي لنفوما بالميكوزا الأسوشيتد لنفويد تيشو الموجودة بالمعدة. زين، انت الاتش بايلوري مالش صداد مالش الردات؟ لا طبعا، اللي صداد واللي ردات انه انت قلل الانتشار مالتي. زين، هذا ممكن كلش صعب الانتشار مالتها، لان تعتبر هي الموست كومن انفكشن موجوده وورلد وايد. شلون تنتقلين؟ قلت لك عن طريق الفيكال اورال روت، يعني انه عن طريق التلوث مال الاكل ماينلي. يصير اكثر شيء بالعوائل، لانه هما واحد محتك بالثاني، يكون نفس المكان، يشتركون بنفس الاشياء. تمام، شلون يعني اكشفها؟ سهله، اما اخذ عينه من الدم واخذ مسحه واسويها صبغه، ممكن اسوي كلتشر، ممكن اسوي بي سي ار، ممكن اعتمادا على جروث كاركترستيك مالتها. زين، احنا حكينا على الاتش بايلوري. زين، انت الاتش بايلوري شنو انت؟ منين انت؟ قلت لي اول شغله اني سلبيه الجرام، يعني شنو جرام؟ نيجاتيف رود، تكون عصويه او لولبيه، هيك صار عصويه تصير. اوكي، فكنت اني قلت لك اني جرام نيجاتيف رود، وباعتبار اني جرام نيجاتيف فاكيد نون سبور فورميك، ماكو جرام نيجاتيف بكتيريا سبب سبور مثل بابا. زين، تكون سبايرال شيبت، قلت تكون حاله زونيه هيك صايره، والتستات مالتها تكون اوكسيديز بوزيتيف وكاتاليز بوزيتيف. اوكي، زين، انت سلبيه وانت سبايرال وانت هماتين نون سبور فورمك، تتحركين او لا؟ قلت لك طبعا اتحرك، اصلا الحركه مالتي تعتبر من الفيرالنس فاكتور الاساسيه، بدون حركه ما اقدر اسبب لك انفكشن، ما اقدر افوت انا داخل المعده. شو تتحركين؟ قلت لك اكيد عندي فلاجيلا اللي هو الصوت. كم صوت عندك؟ قلت لي نوعا ما عندي 5 أصوات، الأغلب 5 أصوات. وش تكون؟ تكون يوني بولر، يعني صار بجهة واحدة، في يوني بولر فلاجيلا، تتحرك من عندها. زين، انت يا بي البكتيريا تحبين أكسجين ثاني أكسيد الكربون؟ قلت لي أني أرضى بالقليل، بس من دون القليل ما أعيش. يعني شنو؟ يعني انطيني أوتو تركيز 5% ونعم الله. يعني شو نسميها؟ نسميها مايكرو شوية يورو اللي هو الهواء في الليك، يعني شوية محبة للأكسجين، تريد تركيز أكسجين 5%. عمي همتين العمل. زين، انت شلون تنتقلين؟ قلنا ماينالي الفيكو أورال روت عن طريق الكونتمينيتد مات الفوت أندر ووتر. تمام. وين ترحين؟ شو تصيبين؟ قلت لك أني أروح للمعدة فقط.
كل شوية أقولها روح المعدة منطقة صحيح الانترام. الانترام يسموها البوابة، أوكي لازم يسموها البوابة اللولبية، البوابية من شكلها يكون لولبي موجودة بالانترام اللي هو الانترام، هذا جزء من المعدة. أوكي فهي تروح بالمعدة on the gastric mucosa على الطبقة المخاطية مات المعدة بالgastric انترام. شو الديزيز اللي سبب ليها؟ قلت لك أنا أما أسبب لك في الدودنة أوصر تقرحات بالدودرام أو استوما أو gastric ulcer أو non ulcer dyspepsia يعني عسر هضم مزمن، ممكن يسبب لك الاستومك كانسر سي اي وهاي مسكرة لا نحذفها. زين شنو الساين والسيمتوم؟ قلت لك أنا إذا بسمم لك ساين والسيمتوم بالكورس مالتي في اي جي في البداية عندي acute gastritis التهاب يعني بالالتهاب حاد بالأمعاء، ممكن اسوي لك ابدومينال بين الم بالمعده، اسوي لك نوزيا فلاتولنس ابدومينال يعني هماتين باد بريث يعني النفس مالته مو طيب. ليش؟ لان تطرح لي يوريا اوكي مو قادر يوريا تعطيني امونيا، فهذا قوم اشتمه كريحه مو طيبه. شنو الفيرنس فاكتور؟ شنو هي العوامل الصحه اللي عندك؟ قلت لك انا عندي الكيج اي والفاك اي. اوكي شنو هو الفاك اي؟ قلت لك هذا اللي يساعدني انه اني ادخل داخل البكتيريا، والكيج اي ها راح تغير لك السيجنالات يعني السيجنالينج سيستم داخل البكتيريا تدرون فيرنس فاكتور. نحفظها كيج والكيج اند الفاك اي كلش مهمه. عندي لابو بوليسوغرايد موجود بالاوتر ميمبرين مالتها بيها فلاجيلا مساعدها بالحركه حتى تسوي كولونايزيشن يعني تستعمل، وبيها اليوريز هذا بدون اليوريز ما تعيش البكتيريا. ليش؟ اذا ما عندك يوريز معناها ما راح تقدر يعني تقلل لك الاسيديتي مالت المعده. شنو هي الديفنس ميكانيزم مالتها الموجودة بحيث انه تهاجم لي يعني او تقدر يعني شلون تدافع عن نفسها؟ هاي نحذفها طلاب مكانها مو هنا. يقول لك اهم ديفنس ميكانيزم، اهم يعني عملية دفاع عن نفسها تتجه الها الاش بايلوري انه تسوي رياكشن اوف يوريز هيدرولايسيس. يعني شنو؟ يقول لك انه تكسر لك اليوريا وتعطيك امونيا حتى تصحح البي اتش وتقدر تعيش. ثاني شغلة تسوي escape of the natural defense. شلون يعني escape of the natural defense؟ يقول لك معناها هذا تسوي لك penetration للepithelial cells. يعني epithelial cells تعتبر هي the first barrier ولا the skin، يعني عندي the skin the first barrier بين innate immunity ولا the epithelial هي نتيجة ظهاري. فيقول لك راح تشرد من الاستمات المناعة عن طريق the penetration. زين خلصنا. شلون اشخصها؟ يقول لك عن طريق سبايسمن عينات، مثل سواء تاخذ من الجاستريك بايوبسي سبايسمن، تاخذ من المعده عينه او تاخذ من الدم. سمير مسحه تاخذها وشوفها تحت الميكروسكوب مرات تصبغها. كولتشر يعني تحطها على منبت، المنبت اما يكون يعني انه منبت عادي او يكون في شيء سيلكتيف ميديا، فعندها عندك سيلكتيف ميديا خاصه بيها. بس بعض الاحيان اكثر شيء يستخدم السكرو ميديا، راح نحكي عن السكرو ميديا ما استخدمنا بالكامبيلوبكتر. وعندي شوكولات أجار هم ممكن نستخدمه. السيريولوجي اللي هو دوم مش ندور على انتي بودي اللي يكونها الجسم ضد الاش بايلوري. الفيكال انتيجين تيست يعني اشوفن بالفيس بالفضلات اذا موجود الانتيجين مع هاي البكتيريا. انتيجين تيست همات ندور عليه. سبيشال تيست اكو فد اشياء خاصة بهاي البكتيريا، هن اثنين. هو واحد انه انا شو اكشف انه عندي اليوريز، اما اسويها يعني بال لو قاعد البيشنت اللي هو تكون عند يوريا بريف تيست انه خليه يعني اسرح نشرح الطريقه انه اطلع اليوريز اشوف السي او 2 الكفا من برا. احنا مو قلنا اليوريز تكسر لي اليوريا تعطيني امونيا وتعطيني سي او 2، فاشوف السي او 2 اذا طلع لي اياه هواي معناه عند اليوريز. وعندي امانتين لا مرات انا اجيب الجاستريك بايوبسي واجي افحص اشوف بيها اليوريز او لا، ولا راح ناخذها بالتفصيل. فقلنا بالمقدمة حشيناها تكون spiral shaped gram negative root هذا كل شكلها. اوكي associated with the intral gastritis يعني يصير بمنطقة الانترم التهاب بالمعدة. duodenal او ulcer disease يعني قلنا يصير تقرحات بالاثنى عشري تقرحات بالمعدة. gastric carcinoma تمام ديني نحفظهم كلش مهمات. peptic ulcer تشمل اثنين duodenal ulcer and stomach ulcer. gastric cancer يكون نوع adenocarcinoma intestinal type والغاستريك مالت لنفوما. اوكي زين شلون تنتقل بيرسون تو ذا بيرسون ترانسميشن من شخص لشخص؟ تمام قال لك خاصه يكون نتيجه الانترا فاميليار كلوسترينج اوف انفكشنز اكر يعني داخل العائله.
عندي تقريبا 20 species of the helicobacter، بس ال H. pylori فقط تسوي infected للإنسان. قلنا ال helicobacter اللولبية بيها 20 نوع، بس ال H. pylori فقط تصيب الإنسان. وين تعيش؟ تعيش بالستومك، يقول لك تقريبا نص الناس بالعالم. اوكي زين. اغلب الناس قلنا لهم اما يكون ابرنتلي وول، يعني انت تشوفهم زينين ما عندهم ساينو سيمتوم، بعضهم لا يجي عندهم الانفلاميشن اوف ذا ستومك كلينينج، يعني عندهم التهاب البطانه مالت الامعاء، صح لها جاسترايتس. هاي سهله، حكيناها بالتفصيل. الباثوجينيسيس، احنا كل باثوجينيسيس معناه شو؟ معناه شلون يدخل جسمك، وين يروح، يستقر، وشنو الفيرولنس فاكتور، وش راح ينطيك ساين وسيمتوم. قلنا الترانسميشن عن طريق الاورال انجستشنز اوف ذا بكتيريا، يعني الاكل، يعني انت لازم تبلع البكتيريا. شلون؟ يقول لك هذا اكثر شيء يصير within the families، داخل العوائل، يصير عن طريق البيرسون تو ذا بيرسون كونتاكت، التواصل ما بين شخص وشخص. ماينلي عن طريق الفيكال اورال ترانسميشن، وين يصير؟ يقول لك يكون كونتراكتد بالفيرست 2 ييرز اوف ذا لايف، اول سنتين. وين السايت مالت الانفكشن؟ قلنا بهاي المنطقة، بمنطقة الانتروم، هاي البوابة مالت المعدة. فيقول لك الهالي ادابتد اورجانيزم راح يعيشن بالجاستريك ميكوزا، على الميكوزا. اوكي، راح يجيك ليش يعيشن بالميكوزا؟ موجودات منطقة الجاستريك انتروم، يعني يجيكم ام سي كيو، وين يا منطقة من السمك؟ الجاستريك انتروم، من اسمها بوابة، تمام؟ تكون موجودة present in the mucus that overlay the mucosa، تكون على المخاط اللي يغطي لك الميكوزا. ليش؟ يقول لك هنا انت عندك هاي الستومك، تمام؟ تخيلوا هاي الستومك وهاي الابيثيليا الموجودة عليها الميكوزا، وهذا اليومن اللي هو الفجوة مالتها. هنا البي اتش تكون كلش قليلة، تقريبا 1 إلى 2، هنا لا تقريبا تكون 5 إلى 6. فهي ما تريد البي اتش الصغير، وانا وين تروح تعيش؟ تعيش بالاطراف لما تكون البي اتش شويه يعني مرتفعه، لما تكون البي اتش قاعديه. فشوفوا القاها عايشه هنا البكتيريا، تيجي البكتيريا تعيش بالميكوزا الابيثيليو سيلز، تمام؟ فلان هي قريبه على الميكوزا، ممكن شو يسبب لك؟ يسبب لك دمج للميكوزا، فان الميكوزا من يصير بيها دمج وتروح الابيثيليو سيلز كانت تحميها، فهاي ال HCL تشانسبلي اليومن تقوم شنو؟ تقوم تاكل الطبقة مالت الميكوزا كانت تحمي الابيثيليال سيلز. فهذا ال HCL الحامضية راح يسوي اروتيشن للطبقة للوول مالت الستومك، فشي يصير عندي؟ يصير عندي ألسر تقرحات. شنو الأمراض اللي سببيها انت يا H. pylori؟ قلت لك انا اسبب ببتيك ألسر، قلنا بشكلية اللي هو الجاستريك ألسر عندنا ألسر، قلنا سبب لك ممكن همتين نون ألسر ديسبيبسيا، يعني أثر بالهضم، وممكن يسبب لك ستمك كانسر. ذي اللي نحفظهم لأن ممكن تجيكم ام سي كيو، يكون ادينو كارسينوما او تكون المالت لنفوما. زين، الكورس مات الانفكشن، من تفوت عندك بكتيريا شي يصير؟ يقول لك after the several day of incubation period، يعني فترة الحضانة المرض اللي اول ما بلعت البكتيريا لحد ما تظهر عندك سانو سنتوم، فالبيشنت يجعدهم mild attack of the acute gastritis، يعني يجعدهم التهاب بالمعدة حاد، قلنا عند abdominal pain ألم بالبطن لأن أكو التهاب، نوزي لعبان نفس الفاتشلوانس and the bad breath، قلنا ليش bad breath؟ بسبب اليوريز. فشوفوا قلنا جت البكتيريا دخلت، من دخلت وين لطش على الميوكوس لأنه قلنا الحامضية مالتها أقل، فوخرت الميوكوس في HCL، إيش سوى؟ يعني رأسا راح هاجم الميكوزا الابيثيليال سيلز، فسبب لها دمج. هذا الدمج للميكوزا راح يؤدي الى exposure to the HCL، يعني الميكوزا راح تتعرض لل HCL بعد ماكو طبقة تحميها، فهذا الشيء سبب لي ألسار. المورفولوجي and the identification، يعني كشكل مالتها شلون تلقفها؟ قلنا جرام نيجاتيف يعني من تصباغها بالستين، تكون جرام نيجاتيف سلبية لجرام، سبايرال بيزلوس تكون همتين عصاوية او حلزونية مثل هاي. زين، تكون فاتيتشوس in the term of the growth recruitment، يعني شنو؟ يعني عايشة على الأشياء دار مدايرها، يعني تبقى تأكل، طفيلية، تمام؟ تكون طفيلية. زين، وش تكون؟ تكون مايكرو إيوروفيليك، يعني ستركل، يعني لازم تنطيها CO2. لما نقول لك المايكرو إيوروفيليك يعني تريد O2 بنسبة قليلة 5% وتريد CO2 بنسبة 10%. أوكي؟ زين، إيش قلنا شبيها بيها؟ باي بولر تقريبا، يعني 5 فلاجل، تكون باي بولر يعني بقطب واحد، فعدها top of the sheathed unipolar flagella، يعني مثل المجموعة من الفلاجلا
اللي تكون وين؟ اللي تكون طرف واحد. لما أسألك شو وظيفة الفلاجيل راح تقولي شغلتين، موتوليتي حركة، ويسوي لك حتى يسوي كولونايز، يعني تستعمل الميوكوس ميمبرين، تعتبر البارنس فاكتور مالتها مهمة. يقول لك الهول مارك يعني العلامة الأساسية اللي تحلف عليها إيش بالوري، إنه هاي السبيشيز تقدر تعطيك اليوريز إنزيم. فشنو هو اليوريز؟ شوفوا إيش قلت لكم، قلت لكم باليومان إيش قد البي إتش 1 إلى 2، يعني كلش حامضية. وبالطرف إيش قد؟ بالطرف لا، تكون البي إتش 7 إلى 4. فتجي الإتش بالوري أول وحدة قلنا لأن هي موتايل وبيها فلاجيلوم، فتقدر تسوي كولونيزيشن للإبثيليوم، هذا موجود بالطرف. وش تنطيك هنا؟ تنطيك يوريز. هذا اليوريز قلنا يروح يكسر اليوريا، يحولها الى امونيا ولا CO2. هاي الامونيا شو تسوي لك؟ تسوي لك بفر اوف فور ذا اسيد، يعني تخفف لك الحامضيه حتى تصح للبكتيريات الثانيه تيجن. تمام؟ فقل لك هذا اليوريز راح يكسر لك اليوريا، ينطيك الكربون الاكسجين باي كربونيت وان ذا الامونيا اللي يعتبرن الاسيد، يعني يعتبرن قواعد قويه. وبالتالي هاي العمليه راح تساعد الاتش بايلوري حتى تعيش ان ذا سيرفايف سترونجلي اسيديك ستومك، يعني حتى تعيش بالحامضيه القويه مالت المعده راح تخفف. زين انت الاتش بايلوري شنو البالانس فاكتور، العوامل اللي تخليك تشي قويه ويجي سالفه؟ قلت لك والله انا قلت لك عندي الفاك اي. شنو هو هذا الفاك اي؟ يقول لك الفاك اي هو راح يساعده، عباره عن فاكيوليتنج سايتوتوكسين اي، صح؟ للفاك انتوا حفظوها الفاك. هذا الفاك اي يقول لك يساعد لك انه يسوي لك انكوبريشن ان ذا هوست سيلز ميمبرين، يعني يخلي البكتيريا تتحد ويا السيل ميمبرين، الغشاء مات الخليه، مات الخليه نفسها. اوكي زين. وعندي سايتوتوكسين اسوشيتد جين اي او الكيج، يعني عندي الكيج وعندي الفاك اي. هذا الكيج اي يقول لك وظيفته انه يغير لك الهوست سيل سيجنال، يغير لك الاشارات مال الخليه مال جسم الانسان، وبالتالي راح يزود لك السيل ادهيجن، راح يزود لك البروليفريشنز اند الميجريشن، وهذا شيء يسبب لك كمان انفلاميشن. فعندي الكيج، طبعا ما بطلون عندكم انتم، بس حفظوا انه الكيج اي والفاك اي. زين بيها مالتين اللاب بودي سوغرايت الموجوده بالسيل وول، هذا وياه بيها فلاجيلوم، قلنا فلاجيلوم المهمة تسوي لك colonization and the motility and the urease is necessary for the adhesions and the inhabitation. شنو inhabitation؟ يعني urease مهمة حتى تعيش، inhabitation السكر مالتها، لأن إذا ما عندها urease ما تقدر تغير لك البيئة وما راح تقدر تعيش. قلنا إن أنا urease production هو يعتبر essential ضروري على مود survival حتى تعيش. قلنا نفس الحش راح يعيش لك، راح يعيد، راح يكون لك كربون ديوكسيد CO2، ينطيك أمونيا، وبالتالي يسمح لك البكتيريا تعيش بالبيئة الحامضية. الموتيليتي عن طريق الفلاجيل للحركة مالتها تكون مهمة، عندي يسوي كولونايزيشن اللي هو الاستعمار، يعني يستقر بالمكان. ايش قلنا؟ قلنا شي ديفنس ميكانيزمات الاتش بايلوري، انت الاتش بايلوري حتى تعيشين، حتى تتجاوزين، حتى يعني يعني شلون تدافعين عن نفسك، ايش راح تسوين؟ شوفوا اجت الاتش بايلوري كلتها، فوين لطشت؟ عندي ميوكوز لاير، عندي جاستريك فلويد، اللي هنا البي اتش ايش قد مالته؟ قلنا 1 إلى 2، وهنا البي اتش ايش قد؟ تقريبا 5 إلى 6. فاجتي وين؟ اجت راسا عن طريق الفلاجيلا مالتها، قلنا سوي كولونيزيشن، اجتي للابيثيريال سيلز، البي اتش مالته شويه احسن. فمن اجتي هنا ايش سوت؟ سوت قلنا عندها كيج اي والفاك اي، واستقرت، انطتني يوريز، اليوريز راح حول لك اليوريا المن الى امونيا اند سي او 2. هذا الامونيا والسي او 2 ايش راح يسوي؟ راح يخفف لك الحامضيه مالت هذا المكان، داير مدايرها. فكانه شنو؟ فكانه كونت داير مدايرها بيئه شويه مناسبه لها، هاي ساعدت انه انذر بكتيريا انه تجي تعيش. من اجت وعاشت ايش راح يسوي؟ راح يسوي بينتريشن، تقوم تخترق الابيثيليال سيلز. زين من هي وخرت هاي طبقة الميكوزا كلها كانت تحميلي الإبيثيريال سيلز هاي جواها، إيش خلت؟ خلت الـ HCl الحامضية والبيبسين يهاج من الإبيثيريال سيلز يكسرها، فإيش صار عندي؟ صار عندي ألسار. تمام تمام زين. فقل لك reaction of اليوريا هيدرولايسيس، أول طريقة تستخدمها البكتيريا حتى تدافع عن نفسها تعطيك يوريز. يقول لك مجرد الإتش بايلوري وصلت للميوكوز، قلنا هنا وصلت للميوكوز، هنا راح تقدر تكون جاهزة to fight the stomach acid، إنه تحارب الحامضية مات المعدة that does reach it with enzyme، صح لشنو؟ صح لليوريز. هذا اليوريز قلنا يحول لك اليوريا
اللي هو وين موجود؟ اللي هو موجود اساسا بالاستومك. ليش؟ لك من جتك اليوريا؟ موجوده من السلايف، اللعاب، من الغاز الجزء من يعني العصير مات المعده. هذا راح يحول لك اليوريا الى بايكربونيت سي او 2 تنطيك امونيا اللي هي تعتبر قلنا قواعد قويه. هذا اكيد this great the cloud of the acid neutralizing chemical، يعني يقول لك مثل الغيمه راح تعادل لك شنو تعادل لك الحامضيه مات المعده داير مدار الاتش بايلوري، وبالتالي protecting it from the acid in the stomach، كأنه كونه دار مدايرها مثل الخيمة مثل الغيمة تحميها من الأسيديتي. زين، هذا reactions of the urea hydrolysis يقول لك كلش مهم حتى الشخص بها ال H pylori عن طريق فنشين يصح له بريف بيس، راح نحكي بنهاية المحاضرة. هاي أول شغلة سوتها إنه كونت لك شو كونت لك فريز حتى تعيش. ثاني شغلة تسويها حتى تعيش إنه تقول لك يسوي escape of the natural defense، يعني راح تشرد من البارية من الحواجز الدفاعية الطبيعية اللي أهمها بثيليا. يعني أنا بثيليا المفروض ما تخليها تعبر، بس هي شو راح تسوي؟ راح تسوي penetrating. فيقول لك إنه escape الهروب معناه إنه body natural defense معناه إنه الطرق الحماية الطبيعية مات الجسم ما تقدر توصل للبكتيريا مجرد وين صارت، مجرد وصلت للميكوزا، يعني مجرد اخترقت الميكوزا فهي خلاص يعني دخلت بمكان الجهاز المناعي ما يقدر يوصل لها. انت الاتش بايلوري المال الصداد ولا ردات شلون اشخص؟ ايش قالت لي انا سهله، يعني حالي حال انذر بكتيريا عن طريق السبايسمن. سبايسمن يعني عينه اخذ، اسحب دم واخذ قطعه يعني بايوبسي. ممكن اخذ عن طريق الجاستريك بايوبسي سبايسمن، اخذ عينه يعني اخذ خزعه من المعده. شلون؟ عن طريق الاندوسكوب الناظور داخلي افوته واخذ جزء من الاستومك. يقول لك ممكن استخدم نطلع جزء من الاستومك، جزء من نسيج مات الاستومك اشوفه تحت الميكروسكوب، او ممكن يعني تشوفه هيستولوجي يعني تدرسه اعتمادا على النسيج. ممكن استخدمه على مود الهيستولوجيكال اكزامينيشن، يعني اشوف النسيج مات المعده وش دا يصير بيه. أو ممكن هماتين أخليه بالسلاين، هماتين يعني أخليه أنقعه بالنورمال سلاين واستخدمه على موز كولتر. يعني أقول لك طريقين، أنت إذا أخذت بايوبسي أما أشوفه تحت يعني تدرس عليها كهستوباثولوجي تصبغها وتشوفها كأنسيج، أو لا أسوي لها كولتر تحطها بالنورمال سلاين. هذا الهيستولوجيكال اكزامينيشن مات البايوبسي اسوي مثل للجاستريك او ديدنال ميكوزا عن طريق قلنا ناخذ شنو عن طريق الاندوسكوب اللي هو الناظور مات البطن. ممكن اخذ عينه من الدم اسحبه من الدم حتى افحص بيها شنو، ادور على السيروم انتي بوديز، يعني ادور على الانتي بودي كونها جهاز مناعي ضد الانتي جين مات الاتش بايلوري. مثلا شوف هاي ماخذين بايوبسي وشايفيها اسوي لها هيستوباثولوجي ستدي، شوف استهنانه هاي سدن الابيثيال سيلز، هاي البكتيريا وين مسوي كولونايزيشن بعض اللاب على المسار اوفرلايد الميكوزا هيك هنا صاير، هاي نفس الحاله هماتي تمام، واكو جزء من عنده اساسا داخل مسوي بينتريش. السمير مسحه اخذها وافحصها على السلايد واشوفها هماتين بالهيستولوجي، او ممكن اسوي حتى شويه تحت الميكروسكوب. يقول لك التشخيص مات الجاستروارتيس هو التهاب المعده عن الاتش بايلوري انفكشن ممكن اسوي هيستولوجي، يعني هيستولوجي مثل هذا هيستولوجي، اما اسوي عن طريق سبايسمن او تاخذ عن طريق سمير. الجاستروسكوبي بروسيجر قلنا جاستروسكوبي اللي هو مات الناظور مات معده اخذ معده بايوبسي، اما تصبغها ويا الروتين ستين يعني الصبغه الاعتياديه راح اشوف عنده جاستروارتيس يعني اشوف التهاب، راح اشوف الليمفوسايت وهواي نتروفيلز وهواي بالمكان. اوكي ممكن لا اصبغها بسبيشال ستين مثل الجمزه او سبيشال سيلفر ستين صبغه الخاصه، ممكن اشوف كاربيد او سبارلد اورجانيزم. يعني انت اذا بالسبيشال يعني بالروتين ستين الصبغات الاعتياديه راح اشوف فقط جاستروارتيس، بس من تستخدم صبغات خاصة مثل جمزة أو سيلفر لا راح أشوف البكتيريا نفسها. فقلنا ممكن سبايسمان ممكن سمير، ممكن أسوي كولتشر يعني أخلي البكتيريا مثلا أنا أخذ 2 بكتيريات أخليها على منبت أبدو أشوفها تتكاثر تزيد لو لا، فأسوي لها كولتشر. كولتشر عندي نوعين، أما أسوي بالسيلكتيف ميديا أوكي يعني خاصة بيها، أو الديفرنشال ميديا. يعني الديفرنشال ميديا يعني أريد أن أفرق بكتيريا عن الثانية، أثبت وحدة عن الثانية. أوكي فكلش مهم هذا السكرو ميديوم. السكرو ميديوم شو خلوه؟ خلوه انتيبايوتيك مثل فانكومايسين البولي مايكاسين بي اند تريميثوبرم. هذا الانتيبايوتيك راح يثبطن بعض انواع من البكتيريا ويخلي الاتش بايلوري تعيش، وبالتالي راح افرق بيناتهم.
another اللي هو selective media اللي يكون خاص بيها اللي هو استخدم النالي ديكسك on the amphotericin هذا بس selective media. فأنا أحفظها سكروميديا بفانكوميسين البوليميكسين on the trimethoprim. ممكن أستخدم شوكولات أقار. أنا أسوي ميديا لازم أعرف إنه شو يحتاج هاي البكتيريا. أنتي هي البكتيريا حتى تعيشين حطيتش على ميديا. زين إيش تردين؟ قالت لي أنا أريد أكسجين. إيش قد تردين أكسجين؟ قلت لي لأنه أنا مايكرو إيروفيلك فأريد فقط 5% أكسجين بس أريد يا سي أو 2 غصبا عليك 10%. فأنطيتها سي أو 2 5% وسي أو 2 10%. زين إيش تردين؟ أرفع درجة الحرارة؟ أخفض درجة الحرارة؟ قالت لك لا عوفني بحالة 3 أيام 6 أيام درجة حرارة 37 سيليزير نفس درجة حرارة جسمك. يعني أنا أما سكرو ميديا أو سيلكتيف ميديا أو الشوكليت أجار وأخليها في 3 أيام 6 أيام درجة حرارة 37 سيليزير وأنطيها أوتو 5% وسي أوتو 10%. ورا كم يوم شلون أجي أشوف؟ أشوف بيها small translucent كولونيز يعني مستعمرات تكون عديمة اللون شفافة هذي تكون كلش اسمه. أقول لك هذا culture sensitivity يعني شنو sensitivity؟ تقول لك إنه هذا culture صحيح أو لا؟ أقول لك أكو عوامل راح تأثر على sensitivity مالت culture اللي هي إذا دا يأخذ براثربي يعني هو قبل ما أسوي التست ما أخذ antibiotic ما أخذ مضاد حيوي مكسر لي البكتيريا بالتالي ما عندي بكتيريا راح تنمو. إذا مسوي contaminations with other mycosal bacteria يعني نفس الوقت عند H. pylori عند another bacteria فما راح يخربط عندي التست. And other factor قلنا ال H. pylori تحتاج 3 إلى 6 أيام حتى تنمو بدرجة حرارة 37 سيليزية بالمايكرو إيروفيليك environment يعني قلنا شنو 5% O2 10% CO2. هاي الميديا حتى تسوي primary isolation يعني مو selective والسكرو ميديا قلنا السكروميديم تحتوي على فانكوميسين البوليميكاسين and the trimethoprim ممكن استخدم لها شوكولات ميديا مهماتين وانت other selective medium with antibiotic اللي هو ممكن تستخدم فانكوميسين وياها النالديكسيك and the amphotericin. فعندي selective media السكروميديا and the chocolate agar media. اقول لك لا والله ممكن انت تكشف عن طريق الصفات ما تنمو ما نتبقي والله نعرف شلون. قلنا هي أوكسيديز بوزيتيف هي هماتين كاتاليز بوزيتيف وقلنا تطيك يوريز أوكي؟ لين ثلاث أشياء إنه أوكسيديز بوزيتيف كاتاليز بوزيتيف تطيك يوريز السيريولوجي إنه أني آخذ دم وأشوف الأنتيبودي اللي مكونهن أول أنتيبودي يظهر هو الاي جي ام أوكي؟ بس هماتين أول بودي أنتيبودي يروح ورا 8 أسابيع ويظهر عندك بعدين الاي جي اي والاخر واحد يبقى الاي جي جي هذا يبقى تقريبا سنه واكثر يعني عنده سنه وانت سنه واكثر عندك مناعه ضد الاتش بايلوري بس مو لايف لونج يعني مو كل فتره حياتك. فسيرولوجي اجي ادور بالدم مش عندي انتي بودي ضد الاتش بايلوري فديتكت الاميون ريسبونس انا راح ادور على الاستجابه المناعيه عن طريق افحص العينه مات الدم ادور على الانتي بوديز الاجسام المضاده لتكون ضد الأورغانيزم أهمها من الإلايزا بس للأسف هو بور أكوريسي الدقة مالته ضعيفة مو أكيدة لأنه قوة أنتيبوديز تشترك ويا أكثر من مايكرو أورغانيزم. فيكال أنتيجين تست بسيطة يعني أنا من الفيسز من الفضلات من خروج مات الإنسان أجي أدور على الأنتيجين بيها فأدور على H. pylori أنتيجين in the fecal specimen. البي سي آر من يجيكم سؤال شنو الطريقة السريعة حل أفحص بيها أدور على فيروس أدور على بكتيريا والبي سي آر بي سي آر ياخذ تقريبا يعني ساعات معدودة ممكن 4 ساعات 5 ساعات نجي نسوي فيروس كورونا تذكرون يعني بس يكون طبعا هو كوستي مو متوفر بتقدروا يعني ما يسووه دائما. أكوش عندي أكو سبيشال تيست يعني أكو تيستات فحوصات خاصة باليوريز مو فقط كولتشر لا أكو في شيء خاصة باللي العفو بالإتش بايلوري هنا ممكن الإتش بايلوري بيها وظيفة أو بيها فشي مميز بيها تعطيني اليوريز إنزيم إيه لأن أنا ببساطة أقدر أدور بالدم بجسمي أكو فشي ده يكون اليوريز أو لا. عندي طريقتين أما أخذ أني عينة أوكي عينة طلعها من برا جسم الإنسان المصاب وادور على اليوريز اكتيفيتي او لا ببساطه انه اخليه يتنفس واذا طلع لي سي او 2 هواي معناه انه اليوريز ده يشتغل يعطيني سي او 2 هواي. فيقول لك الرابيد تيست تو ديتكت ان ذا فايتروي يوريز اكتيفيتي بالمختبر ممكن اسويها ار رايتلي يوزد تمام حتى اكتشف على اتش بايلر شلون اسوي. شوف اجي بالبدايه ايش اسوي انه مثل قلنا الاندوسكوبي مثل ناظور مثل ما يسوي هذا الطبيب
ويشوف المكان اللي بيه مثلا الجاسترايتس كذا، ياخذ من عنده عينه. هذه العينه يخليها على سلايد على كتات. هاي الكتات ايش بيها؟ بيها في شيء يقرا لك البي اتش. اوكي، يقول لك البي اتش اذا صار عالي يصير بينك لونه، يصير بينك او احمر، واذا كان قليل لا يكون يلو. يعني البي اتش اذا كان حامضيه تكون صفراء، واذا كانت قاعديه تكون حمراء. تمام؟ فهنا مره يقاري بوزيتيف اذا كان احمر، نيجاتيف اذا كان اصفر. فلما يكون احمر معناه اليوريا اكو عندي يوريز، وبالتالي البي اتش بيها البي اتش ارتفعت طلعت لي حمراء. اذا كان اصفر معناه البي اتش قليله، معناه انه ما عندي يوريز. فيقول لك الاحمر معناه عندك يوريا، هاي اليوريا تروح تحولها الى سي او 2 اند الامونيا، وبالتالي ترفع لك البي اتش. اوكي، فشوفوا هنا البايوبسي سامبل اجي اخليها على هذا المكان. فهذا المكان اذا بي يوريا المفروض. اوكي، فانا من خليت البايوبسي سامبل اذا كان هذا المكان الشيء جبته من المعده بيوريز، فراح يحول اليوريا المن الى امونيا فيكون لونها احمر. اوكي، فيقول لك الجاستريك بايوبسي ميترون يعني اخذ يعني من المواد الموجوده داخل، وين؟ داخل المعده. اخليها وين؟ اخليها على اليوريا كوينتينج ميديا، مثل ما قلنا ميديا تحتوي على يوريا. تمام؟ اكو كولر انديكيتر، كولر انديكيتر بالعاده اصفر ووردي، اصفر واحمر. اذا كانت الاتش بالاري موجوده فراح تكسر لك اليوريا الموجوده على الميديا ورا يوم الى يومين، وبالتالي راح يسوي لك شيفت ان ذا البي اتش يلد بين كولر تشينج ان ذا ميديا. طبعا البي اتش قلت لكم هي كم سطر، يعني سطرها هنا أنا اصفر وهنا أنا احمر، المفروض هي صفراء. فمن البي اتش تزداد شو راح تتحول؟ تروح يصير شيفت تجي باتجاه الاحمر. اليوريز تيست اون ذا بايوبسي سبايسمن اذا سويته بهاي الطريقه يكون رابيد ديتكشن في الشيء سريع، السنسيتيفيتي مالته 79 الى 100% وسبيسيفيتي 92 الى 100%. سبيسيفيتي يعني ماكو غير الاتش بالاري تكون لك هذا التيست بوزيتيف. الطريقة الثانية اللي اسويها بالفايبر، يعني المريض هو قاعد ما يحتاج مختبر، انا وياه شو اسوي له؟ انطيه شنو؟ انطيه يعني انطيه فد سائل، هذا السائل شبيه ب السي 14 و13 سي ايزوتوب. اوكي، وانطيت اياه، يعني انطيت اياه فشي يحتوي له على اليوريا، يقول لك راديو ليبلد يوريا، انطيت اياه. فمن بلع هاي اليوريا وين وصلت؟ من بلعها وصلت للستمك. اليوريا بالستمك ايش لقيت؟ لقيت اتش بالوري دت تطيها اليوريز. فهاي اليوريا اللي بلعها المريض راسا ايش تتحول؟ تتحول امونيا هذا ال HCO3، تتحول الى امونيا و CO2. فوين راحت؟ راحت بالدم. الدم وين شالها؟ شالها بالرئة. الرئة ايش طلع لك؟ طلع لك CO2 وار، يعني CO2 دي طلعها زيادة على تكسير اليوريا. يعني ببساطة انا اخلي المريض يشرب يوريا، وهاي اليوريا انا راح اشوفها ايش راح تطلع لي. اذا طلعت لي كميه كبيره من السي او 2 بالنفس مات المريض معناه عنده اليوريز. اوكي، فاش انطي؟ انطي السي 14 او 13 سي ايزوتوب، انطي عن طريق سوليوشنز اللي هو يعني سائل. هذا استخدمه عند اشوف اليوريز اكتيفيتي. يقول لك هذا خلي المريض انجستد، يعني يبلع هذا السائل يحتوي على هاي اليوريا. إذا كانت الـ H بالوري موجودة فاليوريا اكتيفيتي راح تولد لك الليبل CO2 that can be detected in the patient exhaled breath. يعني أنا من يسوي زفير راح شون راح أشوف الـ CO2 هواية. إذا كانت الـ high reading indicate the presence of the H بالوري، يعني إذا كان كمية الـ CO2 طلع ليها المريض كل شو هواية، فهي أكيد عنده H بالوري بحيث كونت لي CO2 هواية. هنا طلاب خلصنا محاضرتنا لهذا اليوم، بس بالنسبة واضحة. شكرا جزيلا.